قيل من لم يتدبر القرآن فهو منافق، ما التدبر المقصود؟ أنا أبا أعرف من القائل هذا الكلام. قيل وإذا ما خاب ظني لعل السائل يقصد دورات التدبر. البعض ممن أحب هذه الدورات فهو أمر حسن، بالغ فقال بأن من لم يدخل مثل هذه الدورات فهو منافق، وهذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان. دعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، قابل بن زيد منافق وما بعد، ما دخلوا هذه الدورات، ما دخلوا هذه الدورات بهذه الطريقة المعاصرة الموجودة الآن، ما دخلوها. دعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الرسول والصحابة، ننزل من قابل وحلوا جاهل من علمائنا، هذا كلام فاضل كلام باطل. التدبر واجب، تدبر القرآن الكريم أمر مطلوب وأمر مخاطب به، وهو واجب على كل مسلم، وكل يتدبر القرآن بما وهبه الله تعالى من طاقات، كل يتدبر القرآن بما وهبه الله تعالى من طاقات، لأن من لم يتدبر القرآن فهو غافل. إذا كان الكلام من هذا المنطلق نعم فهو غافل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا الذي لا يتدبر القرآن نعم هو غافل، هو عاصم، هو منافق، هو ظالم لنفسه، هو كافر كفر نعمه، سميه ما شئت من اصطلاحات الكلاميين. فالذي لا يتدبر القرآن هو الذي يعرض عن القرآن، الذي يتغافل عن القرآن، هذا الذي لا يتدبر القرآن. أما الذي يتدبر القرآن بطرق شتى بحسب ما وهبه الله تعالى من طاقات، البعض قد يقف تدبره عند الآيات الظاهرة، البعض قد يكون عالما باللغة والبيان فيتعمق في تدبره للقرآن باعتبارات وتأملات لا يصل إليها الإنسان العامي، البعض قد يفتح الله تعالى له من التأملات في القرآن ما لم يفتحها على غيره، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا المنطلق هذا الكلام لا يخلو من أمرين، إما أن يكون تدبر القرآن العام الذي أمر الله تعالى به، ووصف من لم يتدبر بأن قلبه مقفل عن قبول هذا النور، فهذا نعم نقول بأنه مخالف. وإما أن نتكلم عن نوع من التدبر فمن لم يدخل فيه فهو منافق، هذا كلام باطل. أنا ما أدري السائل ماذا يقصد، لأن هذا الكلام سمعته وسئلت عنه، بأن من لم يدخل النوع الفلاني من التدبر كأنه ما قرأ القرآن، أو كأنه ما دخل إلى الإسلام، أو أنه منافق، هذا كلام فيه مبالغة، لأن هذا نوع من التدبر محمود توجه، وهناك توجه آخر، لأن التدبر القرآن لا يقف عند حد. عالم الفيزياء والكيمياء الذي يتأمل في القرآن ويرى النظريات العلمية التي أشار إليها قال هذا تدبر. الطبيب الذي يتأمل في القرآن كقصة دخول الطبيب المشهور في مسألة أطوار الخلق، هذا تدبر في القرآن. الإنسان الذي يقف عند الجنة وعند آيات الجنة وعند آيات النار، هذا تدبر في القرآن. الإنسان الذي يقف عند آيات قيام الليل فينفذها ويقوم الليل، هذا تدبر للقرآن. الفقيه الذي يتدبر القرآن ويستخرج منه الأحكام والعبر، هذا تدبر للقرآن. الله تعالى ما جعل التدبر على نوع واحد، وإنما يتفاوت فيه الناس بما ألهمهم الله تعالى وهم الله تعالى من علوم ومن معارف. فلا يصح أن نبالغ فنجعل التدبر محصورا في شيء واحد، وكأن من لم يدخل فيه فإنه في ضلال، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان.